مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واحنا في طريقنا دلوقتي للوصول ان شاء الله لمدينه كازابلانكا في المغرب. معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن حسام برحب بيك في البدايه. اهلا بيك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم عن المباراه المقبله، اكيد مباراه مهمه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، مباراه بطوله وبطوله كل الجمهور مستنيها، ولحد دلوقتي بصراحه الفريق عمل كل اللي عليه في البطوله دي وقدرنا ان احنا نتخطى عقبات صعبه جدا، لكن المباراه ان شاء الله مباراه العوده شايفها ازاي؟ هو طبعا في البدايه لازم اقول ان احنا وصلنا للمرحله الاخيره او المحطه الاخيره، وهي الاياب من دور النهائي. طبعا مباراه الاياب اللي هتكون ان شاء الله في المغرب، واكيد المباراه في غايه الاهميه لانها هتحسم طبعا البطل بالنسبه لهذه البطوله. وزي ما انت عارف يمكن البطوله ديت تعتبر اصعب بطوله افريقيه في تاريخ النادي الاهلي، اولا لطول البطوله. على الجانب الاخر لو حللت المباريات اللي لعبها النادي الاهلي احتاجت ان كل المباريات حتى في دوري المجموعات مباريات صعبه جدا، دوري المجموعات كان صعب جدا، الفرق اللي موجوده معاك سواء القطن او زناكو او الوداد، في نفس الوقت بعد كده مقابلات الترجي والنجم الساحلي، فكل ده طبعا كان مشوار صعب جدا، والبطوله بنسختها الجديده فاكيد المشوار صعب، ويمكن ده سبب من الاسباب اللي انا بقول تملي بحس اللعيبه عليه ان انهم تعبوا والمشوار صعب، وصلنا للمحطه الاخيره، فلابد ان احنا ان شاء الله نقاتل باذن الله ونتمسك بشكل كبير جدا باذن الله، لان على الجانب الاخر انت شايف الجماهير كمان يعني متعطشه بشكل كبير جدا لهذه البطوله، ويمكن في بدايه المشوار نفسه انت شفت الفوز الحمد لله كان في الموسم السابق بالبطولات سواء الدوري او الكاس، لكن كل الجماهير برضو بتتكلم على بطوله افريقيا. و معلش يا كابتن حسام، هو كان الهدف الاساسي بالنسبه لحضرتك فور عودتك للنادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا؟ اكيد، لكن هو انت عارف اي واحد بيبقى موجود في النادي الاهلي بتبقى انت مطالب بكل البطولات، وزي ما انت عارف ان بطوله الدوري العام مش هتقدر تقول ان هي بطوله مش مهمه او بطوله كاس مصر، لكن اكيد بطوله افريقيا غايبه بقالها فتره طويله جدا، وزي ما بقول لك الجماهير نفسها متعطشه بشكل كبير لبطوله افريقيا، وزي ما انا بقول لك يعني في صوره تملي يعني في ذهني وموجوده، وهو المشجع اللي اسمه اسلام، اللي يعني انا بقول ان هو بيعبر بشكل عام عن رغبه الجماهير، وبتشوفه في التمرين لما بيبقى موجود او في المباراه لما بيبقى موجود، وكلمه افريقيا لما بتطلع منه دي يمكن احد الدوافع اللي تبني بتبقى الصوت ده موجود في دماغي والصوره بتاعته موجوده قدامي، والكلام ده طبعا يعني اكيد احنا الواحد بيبقى مركز في شغله بشكل متواصل، لكن بتمنى ان شاء الله يعني وانا جاي النهارده صدقني انا شفت صورته، وبتمنى ان شاء الله نرجع بالكاس، وبتمنى ان هو يتصور بالكاس ان شاء الله. طيبة اكيد جدا منك يا كابتن حسام، لكن برضو عايز ارجع للمباراة الاولى امام فريق الوداد والتعادل الايجابي على ارضنا، شايف ان عنصر التحكيم كان ليه دور يا كابتن حسام بشكل او باخر؟ يعني للاسف السنة دي التحكيم كان سيء الحظ جدا معانا، او احنا كنا سيئين الحظ جدا مع التحكيم. بالظبط طبعا، يعني انا مش عاوز اقول ان التحكيم لان انا ما بحبش اتكلم على التحكيم، لان ما بحبش يبقى في مبررات، لكن اعتقد ان الناس كلها الجماهير وحتى الفنيين شايفين ان النادي الاهلي السنه دي كان حظه سيء جدا، او في سوء توفيق بالنسبه للحكام. مباراه غريبه جدا يعني بتشوف على ملعبك زي مباراه الترجي اللي تعادلنا فيها، المباراه اللي فاتت ضربه جزاء صحيحه 100%، فكان في اكتر من مباراه، مباراه زناكو برضو كان فيها اخطاء، ففي اكتر مباراه كان فيها اخطاء كان ممكن يعني تحسم لنا اشياء كتيره، لكن برغم كل الصعوبات وانا بقول احد هذه الصعوبات اللي احنا قابلناها هي التحكيم برضو، ويعني عدم توفيق بالنسبه لنا في الحكام اللي حكموا لنا مبارياتها. كابتن حسام انا بلاحظ في كلام حضرتك بعد المباريات المهمه بتحديد بعد مباراه الترجي تعادلنا 2-2 في القاهره، ناس كتير قالت الاهلي ممكن يخرج، في المؤتمر الصحفي حضرتك قلت عندنا فرصه كبيره، بعد مباراه الوداد حضرتك في المؤتمر الصحفي قلت عندنا فرصه كبيره، ثقه كبيره وثقه عاليه جدا ومطلوبه في مباراه مهمه زي. اكيد طبعا، اولا انا تملي بقول انا مؤمن ان ما دام في تعب
بيبقى في توفيق من عند ربنا، وثقتي طبعا جايه في ثقتي بالله قبل شيء اي شيء فعلا. يعني انا عندي ثقه كبيره جدا في الله وتوفيق ربنا. وزي ما انا بقول بقى، يعني انا بتعب بشكل كبير جدا، انا والجهاز الفني اللي موجود معايا واللعيبه بتتعب واداره النادي بتتعب. فانا بشوف ان التوفيق بيجي مردوده نتيجه التعب ده، وعشان كده انا متاكد ان احنا تعبنا بشكل كبير جدا. على الجانب الاخر انا عندي ثقه كبيره جدا على الجانب الفني في لعيب النادي الاهلي وامكانيات لعيب النادي الاهلي، والمباريات الصعبه اللي بيبقى مطلوب فيها تحديد هدف، تحقيق هدف معين، بيبقى عندي ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي. فانا عندي ثقه كبيره ان شاء الله، وزي ما قلت ان المباريات دي بتحسم، يعني في المباراتين مفيش مباراه واحده بتحسم بتحسم النتيجه. فانا عندي ثقه كبيره ان شاء الله ان لعيبه النادي الاهلي قادره ان شاء الله ان هي تحسم البطوله ان شاء الله وترجع بالكاس ان شاء الله. وتاكد ان احنا يعني سنقاتل بشكل كبير جدا ان شاء الله، انا واللعيبه والجهاز ان شاء الله باذن الله، ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي، والتوفيق بتاع ربنا بقى ان شاء الله. اكيد ده طبعا كل جمهور النادي الاهلي مستني، لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله يرجعوا لنا بالبطوله. نقفل الوداد، نتكلم عن النهارده كان في ثلاث لاعبين من النادي الاهلي تم ترشيحهم للفوز بجائزه افضل لاعب داخل القاره، جونيور اجاي، احمد فتحي وعلي معلول. تعليق حضرتك. طبعا انا سعيد طبعا، يعني كون ان بترشح ثلاث لاعبين من النادي الاهلي ترشحوا لهذا اللقب، فان شاء الله كل التوفيق ليهم ان شاء الله. الجمهور بقى امبارح اعداد كبيره جدا جدا، وحضرتك كنت مصمم ان جمهور النادي الاهلي يحضر زي ايضا ما حصل في مباراه قبل مباراه الترجي، كانت الظروف صعبه برده، لكن جمهور امبارح جيب يعني عدد كبير جدا جدا جدا، وازروا الجهاز الفني واللاعبين. واللفته الاهم هي طبعا اليافطه بتاعت زينة البدري، سلامتك. احنا طبعا عايزين نطمن عليها في البدايه كابتن حسين. والله طبعا في البدايه انا بقول ان جمهور النادي الاهلي ده جمهور عظيم، ويمكن المشهد بتاع الامس ده يعني من المشاهد اللي هتفضل برضو عالقه بذهن الواحد. وفي نفس الوقت على مدار حياتنا كلها في النادي الاهلي اتعلمنا حاجات كتير جدا على جميع الجوانب يعني. فتملي الجمهور النادي الاهلي ده بيضرب القدوه وبيعلمنا حاجات كتير جدا، وفي نفس الوقت بيخليك فعلا انت كابن من ابناء النادي الاهلي تبقى يعني عندك فخر واعتزاز لانتمائك لهذه القلعه ولهذا الكيان اللي عندها جمهور بالشكل ده. وصدقني امبارح بعد ما يعني اما حتى خلص او اتمرنا وكان في صعوبه ان احنا نتمرن في الملعب واتمرنا وانا في ماشي في الشارع والجماهير دي كانت لسه موجوده وشايفهم على كوبري قصر النيل وشايفهم في الشوارع ووجودهم لغايه اما يعني لغايه بالليل. فالجمهور دي جمهور عظيمه، والشباب الموجود ده شباب جميل، وفعلا بتمنى من ربنا يعني اذا كنت انا يعني اعتقد ان انا يعني ما فيش مساحه في عقلي ولا في ذهني ولا في جسمي ما عندهاش الرغبه انها تفوز بالكاس. لكن تاكد ان المشهد اللي انا شفته امبارح يعني مخلي عندي يعني اضعاف اللي انا حاسس بيه والله. فان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. زينة بقى عايزين نطمن عليها كده. والله زينة الحمد لله يعني ربنا ستر طبعا بشكل كبير، ويعني انا يعني مش عاوز اتكلم في الموضوع ده كتير، لكن ربنا ستر بشكل كبير طبعا. الحادثه جامده طبعا وهي حادثه مترو، لكن الحمد لله ربنا ستر. لكن هو في طبعا موضوع كسور كذا كسر كده، لكن ان شاء الله يعني الامور احسن الحمد لله، رجعت البيت. لكن بتضطر يوميا طبعا بيبقى في تشيك عليها يوميا لغايه فتره معينه، وفي جزء بيبقى في البيت وفي جزء خارج البيت. وان شاء الله باذن الله بعد مباراه المغرب من المغرب ان شاء الله هروح لها على طول عشان اطمن عليها باذن الله. السلام عليكم يا كابتن حسام. لكن حاجه اخيره، رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي قبل هذه المباراه، وخصوصا ان في هاشتاج اتعمل بنحبك يا بدري من جمهور النادي الاهلي، تعليقك ايه؟ انا اللي بقول انا بحبك يا جمهوري عظيم. الواحد فعلا بيفتخر انه بينتمي لهذه الجماهير. وبقول لك المنظر بتاع امبارح دوت، لان شفنا في مواقف كتير جدا جماهير النادي الاهلي تبقى موجوده وتساند، لكن مشهد الامس ده مش عشان موضوع المسانده الخاصه بيا بس، لا لا لا، المسانده للفريق والمسانده للعيبه والكثافه والكم اللي جنب امبارح ده والاصرار والفتره اللي قعدوا فيها في الاستاد، الجمهور ده فعلا جمهور عظيم يعني. فبقول لهم ان شاء الله اتمنى من ربنا ان احنا نسعدكم ان شاء الله، واتمنى انا على المستوى الخاص باذن الله
كحسام البدري ان انا ارجع لكم كاس افريقيا ان شاء الله. اسمح لي يا كابتن حسام برضو، الموقف اللي حضرتك تعرضت له واصابه ابنه حضرتك واصرارك على التواجد في مباراتين مهمين جدا النادي الاهلي، ده حاجه كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي، وكل جمهور النادي الاهلي شايلها حضرتك وبيتكلم فيها. انا متاكد ان في كتير لو كانوا مكاني كانوا هيعملوا نفس الموقف ده، وصدقني ما فيش ثانيه بالرغم صعوبه الموقف، و يعني لكن ما ترددتش، يعني ما كانش عندي تردد ثاني ان انا هبقى موجود يعني. شكرا يا كابتن حسام، ومستنيين البطوله ان شاء الله. ان شاء الله، مشكور. ده كان لقائنا الهام جدا مع كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي، اكيد نتمنى له كل التوفيق هو وجهازه المعاون، وايضا طبعا كل لاعبي النادي الاهلي في خلال هذه المباراه، وان شاء الله يرجعوا لنا بكاس دوري ابطال افريقيا.